السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم راح أطبخ معكم كبسة سجق والتونة. والمكونات اللي راح نحتاجها هي كاستين رز منقوعة وجاهزة، 3 حبات طماطم، وحبة كبيرة بصل أو حبتين، 5 حبات ثوم، وماجي حبة ماجي، بهارات كبسة جاهزة، وسجق أو نقانق، وعلبتين تونة، ملح وجزر وفلفل، الجزر والفلفل حسب الرغبة. وهنا عندي طماطم جاهز فرمته في الخلاط، عندي كمان بصل قطعته جاهز كمان، عندي سجق برضو قطعته جاهز. ويلا نبدأ الطبخ مع بعض. نحط زيت كذا، الزيت كافي، ونحط السجق، بس نحمر السجق بعدين نطلعها مرة ثانية من القدر. وكده عندي سجق جاهز، الحين نطلعه من القدر. وهذا اللي أبغاه، نكهة السجق كلها تحت في القدر، وبعدين نجي نحط البصل ونقلب البصل إلين ما تتحمر. ونضيف شوية زيت عشان الزيت قليل، ونرجع نقلب. وكده بصل تقريبا جاهز اتحمر، ودحين نحط ثوم عليه، نحط كل الثوم ونقلبها. وكده خلاص عندي الثوم والبصل اتقشن خلاص، ودحين نحط عليه الطماطم المطحون ونقلبها كويس. ونحط كمان معاه ماجي، ونحط كمان معاه ملعقة طعام صلصة طماطم مليانة، ونغلبهم مع بعض. نضيف عليه ملعقة طعام ملح مسطحة مو مليانة، وبهارات الكبسة، ونغلبهم مع بعض. ونضيف عليهم خل، غطى واحد من الخل،
ونقلبهم كويس. نضيف عليهم شوية موية ونقلب كويس كمان. ونخليه على نار هادي لمدة 5 دقائق عشان تتشبك الخلطة مع بعض. ونغطيها. وكده دحين الخلطة جاهزة. ونحطونا معاه. وكمان نحط السجق. ونقلبهم مع بعض كويس. وبعدين نحط عليهم الرز. ونقلبها كويس عشان يتخلط الخلطة مع الرز والسجق والتونة مع بعض كويس. وبعدين نضيف عليهم موية بس لين ما يتغطى السجق والرز بهذا الشكل زي كذا. ونخليه على النار متوسط 10 دقائق او 8 دقائق قبل ما تنشف الموية. بعدين نحط عليه فلفل حسب الرغبة والجزر. دحين كده الموية بينشف، وقبل ما تنشف زي كده نحط فلفل عليه والجزر. هذا كله حسب الرغبة، إذا ما عندكم يعني مو ملازم لأنها كأنها زينة يعني. بهذا الشكل. ونغطيها ونخليها على النار هادي لمدة 8 دقائق. بعدين نطفي عليه. وهنا عندي الكبسة جاهزة ما شاء الله تبارك الله. وخلاص نشفت الموية وطفيت عليها. وهذه هي الكبسة جاهزة، جربوها إن شاء الله تعجبكم. ولا تنسوا اشتراك بقناتي. أشوفكم في الوصفات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.